تعالي يا سليمة، تعالي تعالي. اتفضلي اتفضلي، شوفي ادي العتقيه، بالنهار مفتريه وبالليل لولبيه. يا بنت اللذينه، او قطع او قدا، شعليله شعليله. مش ده نطاط الحيط؟ هو او قد. مش قلت لك ده اخطر واحد فيهم؟ ايوه. طب يلا يلا بينا. ليه ما السهره حلوه؟ لا مش هينفع تشوف اللي جاي بلس 80. الاقحوال قلبي الولهل مليان حنان قد الدنيا. ايه رأي مولاتي في التوب ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ مش حلو، احرقيه. حاضر حاضر. انتوا بتشتروا لبس جديد ليه؟ هو في حد بيشوفكوا اساسا؟ بتقولي حاجه يا لئيمة؟ سليمه يا مولاتي، سليمه. المره دي انا عارفه، بس انت دلوقتي لئيمة. ايه ده؟ مين دول؟ وايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا عتقيه؟ ومين الراجل ده؟ ده جوزي. جوزك؟ سامحيني يا جلالتك، بس انا بحبها وهي بتحبني يا مولاتي. هو الموضوع كله ان هتتكلم تقول ايه؟ مش كفايه انك راجل؟ اتريني كل ما اسالك ايه ريحه الهرمونات الذكوريه اللي انا شماها تقولي لي ده الهب والاخضر. دي لازم تتعاقب يا مولاتي، دي كسرت كل القواعد. خسارة يا عتقية، أنا هحزن عليكي أوي، بس أعمل إيه؟ دي قواعد المملكة. بدارة. أمر مولاتي. هاتيلي وردة الأفعى الحزينة. لا يا مولاتي أرجوكي، بلاش وردة الأفعى الحزينة. اسكتي، أنا الأفعى الحزينة. طب أقولك على حاجة؟ قولي. أنا حامل. إيه المفاجأة دي؟ حامل؟ طب ليه بتقولي دلوقتي؟ ما تستني لما الحمل يثبت. مبروك، هتسميه إيه؟ بفكر أسميه شمورتي. حلو. يا خسارة، تيجي منك أنتي يا عتقية؟ إديني الإشارة بس وأنا اللي هنفذ. إهمدي يا سخان، أنتي إهمدي. مولاتي، أنا شايفة إنك ما ينفعش تاخدي قرار دلوقتي وأنتي منفعلة. خديها بالهداوة من غير قفش وغباوة، وبدل ما تموتيها ما توريها السكة فين. بدارة. أمرك يا مولاتي. خديها دلوقتي للحبس لغاية ما أخد قرار. حمل وسكورة تستيرون، اطلعي قدامي. يا خسارة، مملكتي باظت. مولاتي، ما عندكيش وردة بتهدي الأعصاب كده اجيبها لك تشميها؟ لا ما بحبهاش، بتنيمني. طب ما مصلحة، ممكن تشمي نصها بس. اسكتي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.